الاغنيه انا غنيتها في 86 هذيك هي هو مبروك علينا. يعني هذه كنا كنغنيوها وحنا صغار في الملعب ديال الكره لما كانت المولوديه ملي كتربح فريق ديالنا ديال وجده كنغنيو حنا هذه هو مبروك علينا. هذه البدايه مازال فلما جات مكسيكو 86 فكرت ان ننجز واحد الاغنيه على فريقنا الوطني. من ديك الساعه ما كانت حتى شي اغنيه للفريق الوطني. نط كتبت الاغنيه فريق الوطني الى كيتذكر الجمهور الكريم. كنت كنقول فيها يا عزيزي يا تيمومي فرحتوا الجمهور المغربي زهيوا بلادكم. كنت كنقول فيها شوفوا شوفوا يا الاخوان ماذا داروا المغاربه تاهلوا لنا المونديال وغلبنا البرتغال بثلاثه. هذه راه كيتفكروها الجيل ديال السبعينات الثمانينات هذا. وفكرت انني دخلت عليها ديك اللي كنا كنتغناو بها في الملعب الكره هذيك هي مبروك علينا. والحمد لله الاغنيه نجحت ونالت شعبيه كبيره. هذه درك راه 36 سنه هذه الاغنيه وهي حيه. فيكم ما كيلعب المنتخب كتكون حاضره يا في كاس افريقيا في المونديال. وهذا شرف لي ان وقت ما كيلعب المنتخب الاسم ديال رشيد برياح موجود. هذا الشيء اللي كاين. ان شاء الله غادي تكون شي اغنيه في المستوى عاوداك. ولكن واش غادي نقول لك هاد الاغنيه ديال هي مبروك علينا يعني جمعت الجيل هذا الجيل القديم وهذا الجيل عاوداك اللي طالع. وهذا من فضل ربي. وان شاء الله ان شاء الله غادي تكون شي اغنيه عاوداك نوجدوها لفريقنا الوطني لما لا. ونتمنوا الخير ان شاء الله غدا والمغاربه كلهم يخرجوا يحتفلوا غدا عاوداك كذلك. ولما لا كما قلت لك نوصلوا النصف النهايه. وكما تشوف درك المغاربه كلهم قلبهم مع المنتخب الوطني اللي نتمنوا ان شاء الله غدا يزيد يفرحنا. ولما لا يوصلنا عاوداك نصف النهايه ولما لا النهايه. لان ولا كل اي حاجه يعني ماشي مستحيله. ها كما كنشوفوا اليوم البرازيل طارت مشات وكما المغرب طير بلجيكا وطير كندا وطير اسبانيا. لما لا ان شاء الله غدا نشوفوا منتخبنا في نصف النهايه ولا في النهايه. وانا كنتوقع النتيجه ان شاء الله تكون 2-0 لصالحنا ان شاء الله.